معي من القامشلي مراسلة أخبار الآن روناك شيخي. روناك، لديك تفاصيل عما يحدث في دير الزور؟ في اشتباكات ما زالت بعض الأحيان متقطعة، هل ممكن أن نعرف أي جديد منك؟ نعم ميسون، الاشتباكات متواصلة بين قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف وبين تنظيم داعش الذي يشهد آخر أيامه في شرق الفرات. طبعا الاشتباكات متقطعة كما ذكرت في بلدة هجين والشعفة وسوسة ضمن القطاع الشرقي بريف دير الزور، حيث تم تحرير بلدة الباغوز بالكامل وتحرير احدى التلال الاستراتيجيه خلال 24 ساعه الماضيه من قبل قوات سوريا الديمقراطيه. بعد تحرير بلده الباغوز تتقي القوات العراقيه مع قوات سوريا الديمقراطيه التي انشات غرفه عمليات مشتركه فيما سبق لتضييق الخناق على تنظيم داعش، وبالتالي القضاء عليه في تلك البقعه الصغيره التي سيطر عليها التنظيم. إذا ما تحدثنا عن وضع المدنيين والقاطنين في مناطق عديدة، طبعا نتحدث عن مناطق عديدة بدير الزور، روناك، ماذا يمكن أن نعرف؟ طبعا المدنيين البعض منهم بقي في المنطقة رغم الاشتباكات، والبعض منهم طبعا هناك موجة نزوح في تلك المناطق. الجدير بالذكر أيضا ميسون أن الكثير من عناصر تنظيم داعش يقومون بتسليم أنفسهم مع عائلاتهم، حيث وردتني أخبار منذ قليل أن 10 عناصر من التنظيم قاموا بتسليم أنفسهم مع عائلاتهم، حيث أن تلك البقعة الصغيرة التي سيطرون عليها يتحصن فيها العديد من قادة داعش وخاصة الأجانب الكبار. أنا أشكرك جزيلا على هذه المعلومات روناك شيخي، مراسلة أخبار الآن، كنت معي من قامشلي.